لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. أهلا بكم مشاهدينا. البرلمان صوت على جداول موازنة العام الحالي 2024 والذي انقضى نصفه تقريبا بعد جدل حول تخصيصات المحافظات التي شهدت انخفاضا متباينا بين محافظة وأخرى، واستدركها البرلمان بإضافة نسب جديدة لمناقلة الأموال لتمضي الموازنة. إذن ما الذي ينتظر المحافظات بعد إقرار الموازنة بصيغتها الحالية؟ هل ستلبى متطلبات مشاريعها الخدمية والتي تأخرت كثيرا جدا؟ هل ستنجح مجالس المحافظات بتوظيف تخصيصاتها المتواضعة للنهوض بواقع محافظاتها، أم ستصطدم بعقبة قلة التخصيصات مجددا؟ أهلا بكم ونرحب بضيوف هذه الحلقة، السيد عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. حياك الله سيد عبد الرحمن، أهلا ومرحبا. وأيضا معنا من البصرة السيد شكر محمود رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة. سيد شكر أحييك إذا كنت تسمعني بوضوح. إذا أهلا ومرحبا بك مجددا سيد عبد الرحمن، وخليني أبدأ مع حضرتك. مجلس النواب صوت أمس على جداول موازنة 2024 بعد اعتراض وجدل حول تخصيص المحافظات من نسب الأموال طبعا، وخفضها ربما بنسب كبيرة واستدركها بقرار مناقلة 2 تريليون دينار لتعويض النقص لتلك المحافظات. كيف قرأت بنود هذه الموازنة لا سيما ما نتحدث عنه في أول نقطة؟ شكرا جزيلا ست ختام، تحياتي لحضرتك وإلى الصديق العزيز أستاذ شكر من البصرة وإلى كل المشاهدين الأكارم. أنا أعمل على الموازنة منذ عام 2006 يعني بصراحة. الموازنة ما تفرق كثيرا عن موازنة 23، يعني تكاد الأرقام تقترب من بعضها، يعني هي موازنة بنود تم مراعاة احتياجات المحافظات بالتخصيصات الموجودة حاليا اللي هي تم الاعتراض عليها، وأنا كنت من اللحظة الأولى تحدثت أنه هذه الاعتراضات هي سياسية بالدرجة الأساس، لأنه السيد رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اللي أعلن بالأرقام أشار إلى تدوير الأموال المتبقية من قانون الأمن الدعم الطارئ للأمن الغذائي ومن المتبقي من تخصيصات موازنة 23 للمشاريع المستمرة، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأموال المخصصة للمحافظات هي ليست بالأموال القليلة، يعني هي قادرة على أن تبدأ، خاصة وأنه 6 أشهر مضت من السنة، يعني لم يتبقى سوى 5 أشهر، مو 6 أشهر، لأن احنا الآن ننتظر أيضا صدورها بالوقائع العراقية حتى تدخل حيز التنفيذ. زين، فأنا ما أعتقد أنه يعني هذه مشكلة للمجالس المحافظات، هي قادرة لأن تمتلك الأموال الكبيرة. صح صديقي العزيز شكر راح يعترض يقول أن التخصيصات، خصوصا أنه سيتحدث عن البصرة. أكيد لا، أنا أضم صوتي إلى صوت أستاذ شكر، لأنه البصرة مظلوميتها أنه هي مدى تأخذ حصتها كاملة من مشروع البترودولار، يعني على الأقل هي تنتج 3 مليون برميل يومية مخصصة للتصدير، المنافذ الحدودية عندها أكثر من منفذين 3 أو 4 منافذ حدودية، والتلوث اللي موجود بالبصرة هو نتيجة الاستخراج المكثف للنفط، وبالتالي تتحمل أعباء كبيرة. على الأقل هي تأخذ حصتها من البترودولار، لكن أنا دا أتحدث بشكل عام عن باقي المحافظات. أنه النسبة ليست بقليلة، لكن أكيد ربما الأهم كيف ستصرف الأموال المخصصة للمحافظات. هل هناك رقابة حقيقية من قبل الجانب التشريعي وأيضا مجالس المحافظات داخل هذه المحافظات؟ أنا حقيقة أذهب بعيد، حتى نضمن أبواب الصرف تكون بعيدا. سابقا كانت المجالس المحافظات يعني تفكر بالدرجة الأساس في مصالحهم الشخصية، وطبعا وهذا كنا نشاهده من خلال توزيع المشاريع داخل المجلس، اللي القضاء اللي موجود به أكثر من عضو من مجلس المحافظة نشوف يستأثر بالحصة الأكبر من المشاريع، القضاء اللي ما عنده ممثل ممكن يكون على الهامش. أنا أعتقد أنه بعد انتخابات مجالس المحافظات اللي هي حقيقة سببت صدمة مو فقط لأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين، وإنما الكتل السياسية، لما السيد أسعد العيداني
يستقطب 165 ألف صوت من جمهور البصرة من كل الكتل، من كل الأغذية، من كل المحافظات. وكذلك الحال بالنسبة للسيد محافظ واسط، محافظ سيد محافظ كربلة. أعتقد أنطى مؤشر أنه راح تكون الرقابة شديدة، راح يكون عمل مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات تنفيذيين، وسيراقبون بشدة من أجل إنجاح هذه المهمة، لأنه الآن بدأوا يفكرون بانتخابات مجالس النواب القادمة باستمرار عملهم كأعضاء مجالس المحافظات. يعني تعتقد أنه راح يصير أكو تغيير ملموس في واقع هذه المحافظات؟ أكيد، لأن الشخص الناجح سيتكرر مرة أخرى. نتحدث عن واقع جميع المحافظات. أكيد، لا هي هذه كانت فرصة، جرس إنذار لكل المحافظات هذه كانت. طيب خلينا ننتقل إلى السيد شكرو، بعد أن أود نتحدث عن بنود الموازنة المتبقية. سيد شكرو أحييك مجددا. محافظة البصر التي يعد النفط فيها هو الرافد الأهم للموازنة، اعترضت بكل تأكيد على تخفيض موازنتها من قبل الحكومة الاتحادية في الجداول التي أرسلتها إلى البرلمان لعام 2024 قبل التصويت طبعا على الموازنة، وإضافة فقرة 2 تريليون دينار. هل تكفي فعلا التخصيصات التي شملت بها البصرة؟ هل هي كافية أم ماذا؟ شنو التفاصيل التي على أساسها تم الاعتراض على هذه النسبة؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم سعد المشهداني ولمشاهديكم الكرام. البصرة نعم مظلومة كانت ولا زالت لغاية اليوم. التعديل الأخير والمناقلة للموازنة بمقدار 2 تريليون صلاحية السيد رئيس الوزراء هي تخص تنمية الأقاليم. تنمية الأقاليم للبصرة لها حصة بنسبة 7.7%، أي ما يعادل 165 مليار فقط. طبعا هي إذا السيد رئيس الوزراء ينطي الحصة كلها فراح ينطينا 165 مليار، ما يعني إذا نضيفها إلى الموازنة الاستثماري اللي أعطيت للبصرة اللي هي 852 مليار، يعني يوصل إلى تريليون. يعني لا تزال لدينا حقوق إلى المقاولين، ديون عفوا، بمقدار 800 مليار، يعني المتبقي 200 مليار تقريبا كموازنة استثمارية. بالتالي لا تزال الموازنات والحقوق لا تعطى بشكل كامل. التخصيصات المالية الموجودة رغم قلتها إلا أنه أيضا نعاني من مشكلة الإطلاقات من وزارة المالية. اليوم عندما تتأخر الإطلاقات المالية من وزارة المالية تأتي دفعات إلى البصرة وإلى باقي المحافظات أيضا. نحن في البصرة تتميز البصرة أن مشاريعها دائما متفوقة، تبدأ بنشاط، أنجزت معظم المشاريع التي على عاتق البصرة. لذلك نلاحظ أنه يوجد ديون على المحافظة من قبل المقاولين اللي سوته المحافظة والشيخ أسعد العيداني، أنه صار اتفاق مع المقاولين أنه ما يبطلون عمل وينجزونه إلى أن تأتي الأموال، باعتبار أنه كنا يعني متأملين أن تأتي الأموال بشكل أسرع. شقد نسبة هذه الديون تحديدا؟ 800 مليار. يعني الرقم هذا دقيق؟ أي نعم، الديون تقريبا 800 مليار للمقاولين. أعطينا قبل فترة قريبة الآن 138 مليار أطلقت من وزارة المالية، وبالتالي صار أكو وعود بإطلاق باقي التمويل على دفعات. إحنا ما عندنا مانع يجي التمويل على دفعات، لكن إحنا بصراحة أكو مشكلة كبيرة عندما تتأخر الإطلاقات والاستحقاقات المالية. تعرفون أنه الوزارة تطلقها وفق درعات، أي عندما يكون إنجاز المفترض تطلق. إحنا أكو إنجاز وما تطلق، قد يكون بعض المحافظات الأخرى أكو تلكؤ بالإنجاز، لذلك من حقها الوزارة تقول أنا أكو تلكؤ بالإنجاز فما أطلق الأموال. إحنا بالبصرة الحمد لله أكو إنجاز كبير لمشاريع كثيرة، وقد تكون هي ظاهرة للعيان. اليوم أي شخص يزور البصرة
يلاحظ الحركة العمرانية الكبيرة والنشاط الاقتصادي اللي موجود فيها. اللي ألمنا بالحقيقة من تخفيض الموازنة للبصرة أننا كان من المؤمل هذه السنة أن ننطلق باتجاه الأقضية والنواحي من أجل إعادة إعمارها والخدمات الموجودة بها للناس اللي تستحقها. والمبالغ المستقطعة بحديثك عن الأقضية والنواحي، المبالغ المستقطعة من تخصيصات البصرة في الموازنة هي بالأصل كانت مرصودة لإنشاء مشاريع خدمية في هذه الأقضية والنواحي التي تعاني من تدهور خدمي كبير، كيف ستعالجون هذا الأمر إذن؟ لمن الأولوية في ظل التخصيص الحالي؟ نعم، ابتداء المشاريع المقدمة من الدوائر والوحدات الإدارية في البصرة تعادل تقريبا 6 تريليون حسب حاجتها. يعني تعرف كل الدوائر الخدمية تطلق المشاريع اللي تحتاجها ترسلها إلى المحافظة، وبالنتيجة المحافظة وفق التمويل تشوف الأولوية للمشاريع ثم ترسلها إلى مجلس المحافظة، مجلس المحافظة أيضا يطلع عليها ويقرها يعيدها إلى مجلس إلى محافظة البصرة من أجل تنفيذها. بالنتيجة سنضطر هذه السنة إلى تقليص هذه المشاريع بالتأكيد حسب التمويل الذي سيعطى ويصل إلى محافظة البصرة. سنبدأ بالمشاريع المستمرة حاليا التي تنتظر الدعم حتى تنجز، لأن تلكؤها يعني اندثار، يعني هدر بالمال العام، يعني تقليص للخدمات اللي من المفترض أن تصل إلى المواطنين. ثم سنبدأ بالمشاريع الهامة والحساسة ذات النفع العام اللي تخص المواطنين خاصة في الأقضية والنواحي، وهكذا حسب الإطلاقات المالية التي تأتي من وزارة المالية. طيب سيد عبد الرحمن، يعني فقط الديون التي هي على عاتق البصرة، ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية هي 800 مليار مثل ما ذكر السيد شكر. طيب التخصيصات الحالية لا تكفي لسد هذه الديون، وأيضا هناك مشاريع من المفترض أن تنفذ في البصرة، لا سيما موضوعة الأقضية والنواحي وإلى آخره. هذا شلون نقدر نقول التخصيصات كافية في ظل هذا الواقع؟ لا، احنا ما تحدثنا انه التخصيصات كافية للمحافظات. يعني انا الحقيقة تحدثت وايضا كنت مع استاذ شكر برنامج مع دكتور شكر. الاشكالية انه احنا ما عندنا تفاصيل جداول الموازنة اللي تخص الوزارات، لان الحكومة بررت تخفيض نفقات المحافظات لأنها حولت هذه التخصيصات إلى الوزارات باعتبار أن الوزارات ستنفذ. هسه احنا ما نعرف الوزارات ايش راح تنفذ بالبصرة حتى نشوف أنه تكمل هذه المشاريع، مشاريع جديدة، ربما مشاريع هي قائمة أصلا. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الديون واجبة الدفع، يعني هذه مقاولين ينتظرون، والمقاولين أولوية طبعا. هذه أولوية لأنه هذول المقاولين اللي يشتغلون بمشاريع هو أكيد عنده أكثر من مشروع، يعني هو مو فقط مشروع واحد وانتهى وده ينتظر راح يسددوا له لولا، لأنه إذا تلكأ باستلام دفعاته بهذا المشروع معناته راح يتلكأ بالمشاريع الأخرى، راح يصير له مبرر أنه الديون رقم كبير 800 مليار دينار عراقي. فأنا أعتقد أنه كان المفروض النظر بمثل هذه التفاصيل الدقيقة بما تخص المحافظات. هسه مو كل المحافظات نفذت، يعني أنا معلوماتي أنه 4 أو 5 من المحافظات اللي ممكن نفذت وصلت إلى نسبة إنجاز جيدة، وترتبت على هذا الإنجاز أكو ديون مثل البصرة، مثل الموصل، يمكن محافظتين بعد. أما باقي المحافظات لا أعتقد وضعها مو مثل هذا الوضع، ما عندهم هذه الالتزامات. فكان يفترض أن تكون الأولوية لتسديد الديون، ثم بعد ذلك نفكر بالمشاريع الجديدة. التخصيصات اللي الآن اللي رصدت للبصرة هي 800 يمكن 49 أو 59 مليار دينار، واللي هم مطلوبين 800، المتبقي لا يكفي حتى لرسم المشاريع، يعني على الورق ما يكفي هذه الأرقام. فأنا أعتقد أنه كان مفروض يصير أولوية. نتأمل أنه إذا
ولو أنا أشك أنه راح يعاد الاثنين تريليون اللي إضافوها، يعني ما أعتقد أنه الوزارة ما راح تعيد تخصيص هذه المبالغ. أنا أعتقد أنه خلص مضت بقضية مضت بقضية، لأنه طالما أنه تخويل والتخويل غير ملزم، فأنا أعتقد أنه لا راح تستمر بتنفيذ ما رسم بالموازنة. طيب دكتور، تغييرات كثيرة أيضا تضمنتها جداول موازنة 2024 مقارنة ب 2023، ولو أنت تقول هو ماكو لا ماكو فروقات كبيرة، لكن لو تحدثنا عن ارتفاع قيمة الرواتب لخمس وزارات وهيئة، إضافة إلى فقرات غير مفهومة تضمنت ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 58% تقريبا. هاي الفقرتين اللي موجوده شلون اللي هي تثير الانتباه. اولا الرواتب والاجور مساله طبيعيه انه تزداد، لانه اولا اكو عندنا سنويا اكو علاوات واكو ترفيعات، هذه مستمره. والزياده كانت 4 تريليون دينار تقريبا. والامر الاخر انه هناك عقود تم تثبيتهم، لانه لم يتم تثبيت كل العقود اللي أقرت تثبيتهم في 23 قسم، منهم بعد صدور الموازنة صدرت أوامر التثبيت. فهذه مسألة الرواتب ومسألة التخصيصات. بكل الأحوال هو رقم 63 رقم كبير، لأنه يشكل تقريبا 70% من الإيرادات النفطية، وهذا عبء كبير على الموازنة العامة في السنوات القادمة. الأمر الآخر، وهذا ماذا يعني؟ هل يعني أنه العراق بدأ بسياسة اقتصادية جديدة؟ ماذا يعني هذه المؤشرات؟ لا هو ماذا يترتب عليه؟ هو استمرار للسياسات القديمة، لأنه في كل سنة الرواتب والأجور وشبكة الحماية، تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين هي تشكل الجزء الأكبر، يعني تصل إلى حد يمكن 95 أو 91 تريليون من 157 تريليون التخصيصات التشغيلية. فهذه تقريبا تشكل ايضا بحدود 80% من الايرادات النفطيه اذا جمعناهم كلهم، لان الايرادات النفطيه 120 تريليون مرسومه، فهذه رقم كبير جدا. اي خلل باسعار النفط اليوم وصل 77 ويمكن ينخفض اكثر، يعني اذا وصل ل 70 يمكن حتى ما يغطي الرواتب والاجور. فهذه مشكله، ولذلك يجب التفكير جديا وعمليا في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي حتى تزداد الإيرادات غير النفطية. الجانب الآخر المثير للانتباه أنه ارتفعت الإيرادات النفطية من 17 تريليون إلى 27 تريليون، والمتحقق في عام 23 هو 10 أو 11 تريليون. احنا نتمنى أنه تصعد الإيرادات غير النفطية، لكن الحقيقة شكوك كبيرة، لا الضريبة قادرة على أن تلبي الأرقام اللي مرسومة إلها، ولا الجمارك، ولا الإيرادات الأخرى، يعني هسه حتى الإيرادات المشتقات النفطية، إيرادات الكهرباء، إيرادات المشاريع الحكومية. لأن المشكلة هذه مو هي ما بيها إيرادات، الفساد هو اللي يقضم هذه الإيرادات الكبيرة، وإلا دوائر الطابو، دوائر الضريبة، دوائر الجمارك تجيها مليارات يوميا. يعني من الأمر الملفت للنظر أنه حكومة إقليم كردستان سلمت إيراداتها الجمركية أعتقد للشهر الثاني أو الشهر الثالث 85 مليار دينار لشهر واحد. فيفترض أنه نضربه في هذا الرقم في 4 أو 5 حتى تأتي، يعني إحنا المنافذ البقية 80% من حجم التجارة يأتي عن طريق البصرة. يعني إذا هذا 85% يفترض أنه باقي المنافذ الحدودية تزودنا بحدود 400 إلى 500 مليار، إحنا مدى نجمع عشر هذا الرقم؟ فبالتالي الفساد ده يقضم هذه الإيرادات. شلون راح نرتفع إلى 27 تريليون؟ أنا أعتقد أنه هذه علامة استفهام. يفترض أنه يعني نشوف الإجراءات الحكومية هل فعلا قادرين أن نجمع هذا الرقم. أنا أشك أنه نصل حتى إلى نصفه، ما نقدر، أشك. رقم صعب بالنسبة للحكومة. طبعا. طيب، جداول الموازنة لم تتضمن أيضا إطلاق أي تعيينات جديدة، خصوصا في ظل هذا تم الإعلان عنه من عام 23 أنه السنوات الثلاثة القادمة. هناك مطالبات، هناك مطالبات بعد قضية التعيينات في جميع المحافظات. المطالبات شيء والأمر الواقعي شيء. الكل تشير بما فيها الكتل السياسية بالجلسات الخاصة، الحكومة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي يشير ويشكل على الحكومة أنه ضخامة وترهل الجهاز الحكومي وانخفاض إنتاجية الموظف. أنا مو ضد التعيينات، لكن هذه التقارير الدولية اللي تضغط على الحكومة
انه اكو ترهل بالجهاز الحكومي. لكن شنو البدائل بالنهايه؟ هو شوفي كان المفروض انه القطاع الخاص، احنا لحد الان بعدنا يعني انا لا افعل القطاع الخاص لا احنا ولا نحاول، لكن العراقيل اللي دتواجه القطاع الخاص وتنشيط القطاع الخاص كبيره. انا بفريق دعم الصناعه تجينا مشاكل، لابو مشاكل من موظف صغير ممكن ان يعرقل انشاء معمل كبير. زين، والمشكله لازم تواجد السيد رئيس الوزراء او الجهات المعنيه مع كل موظف حتى ممكن يسهل هذه الاجراءات. يعني تصوري واحده من الامور الملفته للنظر اللي مرت علينا بيان راي لاحدى الوزارات حتى يقول انه هذا المشروع اللي راح ينفذ في هذه الارض ما يتعارض مع برنامج الوزاره، 9 أشهر حتى يجاوبون يقولون لا ما يتعارض. زين، منو المستثمر اللي عنده استعداد ينتظر 9 أشهر حتى تجي موافقة من وزارة يقولوا له ترى احنا ما عندنا مشكلة ويا مشروعك؟ هذه مشكلة هذه. أكيد. إيه. والمستثمر يبحث عن الفرصة الأفضل، يعني ما يجي بغداد يروح على أي مكان، يروح للأردن، يروح للإمارات، يروح العمان، كلها تتلقف لأنه فلوسها ويا. فهذه من المشاكل الحقيقة اللي دتواجه القطاع الخاص. بدنا نعمل جاهدين انه تسهيل وتبسيط كل الاجراءات، لكن لحد هذه اللحظه مشكله التمويل عندنا مشكله، مشكله الاراضي مشكله، الكهرباء مشكله، النفط مشكله، كلها هذه مشاكل تواجه القطاع الخاص. طيب دكتور، لكن قانون الامن الغذائي امواله وين راحت؟ يعني البعض يقول هناك تخصيصات ماليه مؤمنه مموله في وحدات الانفاق للمحافظات، من الممكن هذا حسب ما اوردت اللجنه الماليه ممكن ان تنفق على مشاريع. هذه الحكومه المحافظات. اشارت لذلك انه هناك متبقي من اموال الدعم الطارئ بحدود 5 تريليون، اعتقد 5 إلى 7 هو كانت فهذه يفترض تكون مدوره للمحافظات. شوفي، واحده من الامور اللي وردت بقانون الامن الغذائي واللي كانوا يعولون عليها كثيرا ان التعيينات في كل محافظه تتذكرين 3000 شخص ممكن انه يتعينون بعقود لمده 3 سنوات على مستوى المحافظه. لحد هذه اللحظه المحافظات ما انجزت هذه القوائم حتى تعين هؤلاء الأشخاص حتى لو كانت بعقود لمدة 3 سنوات. يعني ببساطة فتحوا نافذة وقدموا مجموعة من الطلبات لكن النتائج ما 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 ظهرت. أنا أعتقد أنه هذا أيضا من الأبواب اللي شملها الفساد يعني بصراحة. وما راح تستفيد المحافظات من هذه الأموال، مو ما تستفيد اللي هي مخصصة لها، هي مخصصة لكن المشكلة أنا أعتقد أنه جزء منها ابتزاز الناس، ابتزاز الأشخاص. هسه الابتزاز مو شرط يكون مادي، ربما سياسي. تعرفين أنت كل ما تجي انتخابات ويصير جيب الفايل مالتك واني عينك وتتذكرين اكو طلعت اذا ما تنتخبني ترى نسحب البطاقه منك اذا ما ادري ايش، هذه كلها موجوده، هذه استثمارها انتخابي. طبعا طبعا. طيب سيد شكر، اعود لك اذا عندك تعقيب في البدايه. نعم، شكرا لك سيد. لكن يعني انا اتفق مع الدكتور المشهداني بالحقيقه، الطروحات الرائعه ما يخص الوزارات. نحن في البصرة الوزارات لدينا فيها أعمال متلكئة، بعض الوزارات لديها مشاريع منذ عام 2011 لغاية الآن لم تكتمل هذه المشاريع. لدينا دوائر داخل محافظة البصرة تابعة إلى الوزارات الاتحادية، هذه الدوائر تكون متهالكة لا يوجد فيها خدمات لموظفيها، فكيف ستخدم الناس؟ بالنتيجة نحن نأمل من الأخوة الوزراء أن يأتون إلى البصرة ويتابعون أعمال الوزارات والشركات، العفو، أعمال الشركات وحتى دوائرهم الموجودة في البصرة. نحن ننظر إلى الماضي، هذا تاريخ. أنا اليوم ألاحظ أن محافظة البصرة الحكومة المحلية نجحت بأداء المشاريع مالتها، بتنفيذها، بكفاءتها، ما ممكن يعني بالنتيجة أنا المفترض أكافئها. أنا اليوم اللي يحدث هو العكس، أنا أنقل الأموال من المحافظة إلى الوزارة التي هي ممتلكه، بالنتيجة لن يكون هناك إنجاز كبير. نعم، نحن لا نعرف لحد الآن الوزارات وكم هو مخصص للوزارات في محافظة البصرة. بالنتيجة ما نقدر يعني حتى نكون منصفين ما نقدر نحكم الآن إلى أن يكون الأعمال على وجه الأرض، لكن الوقائع اللي موجودة أنه المحافظة نجحت بأعمالها وبشكل كبير وإنجازات موجودة على الأرض ومستمرة بذلك،
ولكن اكو تلكؤ من الجهه الاخرى التي تخص الوزارات. نلاحظ نسب التنفيذ اللي اشارت لها وزاره التخطيط نفسها، لاحظ بعض الوزارات لها نسب تنفيذ 1%، بعض الوزارات طبعا 0% من المشاريع، وبعضها 1%، 2%، 3%، بينما نلاحظ المحافظات قد تصل 36%، 65%، وطبعا نسب الانجاز تعتمد على سرعه وصول التمويل الى هذه المحافظات. انا اتفق يعني مع الاخ العزيز الدكتور المشهداني، يعني هل قضيه الانجاز وقضيه تطور هذه المحافظات نعم خدميا عمرانيا يتعلق فقط بمبلغ التخصيصات الماليه وما يصرف لهذه المحافظات؟ ما كانت في السنوات السابقه الموازنات السابقه كانت هناك تخصيصات جيده، مع ذلك دورت لم تصرف في محلها الصحيح. يعني احنا دائما نجري مقارنه بين ما يحصل في الاقليم مثلا ومحافظات اقليم كردستان وبين محافظاتنا الجنوبيه. ما الذي يقف عائق امام تطور هذه المحافظات من الجانب الخدمي؟ حتى وان كان هناك تطور فهو تطور بسيط، يعني لا يتناسب مع اهميه هذه المحافظات وسكانها. نعم، عندما يكون هناك تخصيص مالي جيد يكون هناك تطور أكبر. أنا أتكلم عن محافظة البصرة، المحافظة تطورت الآن من سنة 2019 لغاية الآن، أكو إنجاز كبير عندنا بالمحافظة خاصة في مركز المدينة. عندما جاء السيد أسعد العيداني أصبح محافظ للبصرة، تحالف تصميم، تغيرت الأوضاع في البصرة كثيرا، يوجد الآن نشاط وحركة عمرانية كبيرة، يوجد لنا سواح يجون من جميع أنحاء العراق وبعضهم أجانب من دول الجوار يأتون إلى البصرة. أكو تغير بمعالم البصرة اليوم، عندما نأتي إلى بعض المناطق التي أنجزت خلال السنوات الماضية ترونها مناطق بجودة وكفاءة عالية وخدمات، لمس المواطن هذا التغيير بشكل حقيقي وواقعي. أنا لا أتكلم عن السنوات القديمة، نتكون حديثا الآن. أما بالنسبة ما يخص مجالس المحافظات، مجالس المحافظات هذه الفترة أنا أعتقد تختلف عن المجالس الماضية. الآن يوجد تناغم بين مجلس محافظة البصرة والحكومة المحلية، يوجد تكامل بالعمل من الجهتين، وهذا يصب في مصلحة البصرة، لأن التقاطع هو الذي لا يخدم البصرة وحتى باقي المحافظات. أيضا دكتور عبد الرحمن، قبل فترة صار لقاء في مجلس النواب. أو تعقيب. نعم. دكتور إذا تسمح لي. نعم. يعني تفضل. أشرت في بداية حديثي إلى هذا الموضوع، والآن أيضا بودي أن أعلق عليه. أنا فرحان أنه من تتحدث أنه هناك تكامل بين مجلس المحافظة والسيد المحافظ لتنفيذ البرامج. أنا من خلال متابعتي أنه نجاح المحافظين كان بعد إنهاء عمل مجالس المحافظات، لأن المحافظين تحرروا تماما من المشاكل والصراعات اللي كانت تجري بين الكتل السياسية اللي بشكل مجلس المحافظة، واللي كان ينعكس سلبا على أداء المحافظين. فأنا أعتقد أنه تحرر السادة المحافظين من مجالس المحافظات بعد حلها هو اللي ادى الى هذا النجاح اللي نتحدث عنه. كانت عائق سابقا طبعا، كانت عائق. شوفي انا السيد محافظ البصره الاسبق خلف عبد الصمد، خلف عبد الصمد اللي انا في احد البرامج كنا ضيوف سويه وتحدث لي قال لي احد في من كنت محافظ كتله سياسيه كبيره كانت مشكله لها رئاسه مجلس المحافظه، احد اعضائها قدم مشروع يخدم محافظه البصره وانا تبنيته والكتله ضد، وكنت حتى احضر جلسات مجلس المحافظه حتى يمشي المشروع، على التصويت الكتله مالته ما صوتت للمشروع. فمن سالتهم ليش مو هذا المشروع مالتكم انتم قالوا لا مو هذا انشق من يمنا راح الى غير كتله. فتصوري هذا الصراع اللي لانه انشق من الكتله ما يصوتون على مشروع يخدم المحافظه وابناء المحافظه. لذلك انا سالت الدكتور شكر انه هل قله التخصيصات هي العائق الوحيد؟ لا، ما قضايا الخلافات بين مجالس المحافظات والمحافظين، الفساد الى اخره، كثير من التفاصيل. الان اكو صوره مختلفه تماما، لانه الكل عرف طعم الفوز من يجي، فلذلك حريصه كلها على تقديم الخدمات. واني افرح من اسمع دكتور شكر يتحدث يقول احنا متكاملين مع السيد المحافظ لانجاح عمل المجلس وعمل المحافظة. فأنا الحقيقة أتمنى أنه يستمر للأخير، وأتمنى ينقل إلى باقي المحافظات. سيد شكر، هذه الصورة يمكن ما موجودة في باقي المحافظات. دكتور نعم. هل ستنجحون كمجلس محافظة بتحقيق
برنامجكم في ظل هذا التنسيق العالي ما بين مجلس المحافظة والمحافظ كما ذكرت، وأيضا في ظل هذه التخصيصات للمحافظة؟ نعم، شكرا دكتور وشكرا لك. بالحقيقة أسس النجاح موجودة وبدأنا نلمس ثمارها. أكو تعاون كبير مع من بين مجلس المحافظة والسيد المحافظ وحتى باقي الدوائر الخدمية اللي موجودة على مستوى مدراء الدوائر والأقسام الموجودة في البصرة. بالنتيجة نحن اليوم في سفينة واحدة ونعمل جميعا من أجل إنجاحها، الكل يعمل بهذا المستوى، وأنا من خلالكم من خلال قناتكم أقل لأهلنا وناسنا بالبصرة والعراق. نعم دكتور. طيب هناك مشكلة فنية دكتور، ماذا نسمع صوتك؟ خليني أعود للدكتور عبد الرحمن وبعدها أرجع لك إذا ما تبقى لنا المزيد من الوقت. دكتور، نقطة مهمة ربما أشارت إليها، قضية التعاون والتنسيق ما بين مجالس المحافظات اللي هي من المفترض أن تكون العين الأولى والمراقب الأول لتنفيذ هذه المشاريع. هل من الممكن فعلا أن نشهد تطور ملحوظ بعد أن تكون العلاقة جيدة ما بين المحافظين ومجالس المحافظات؟ أتحدث عن جميع المحافظات. نعم. ربما ذكرت نموذج. نعم. نعم. عن البصرة. نعم، هو يفترض أنه المحافظ تم اختياره من قبل المجلس يعني، والكتلة الكبيرة هي اللي شكلت وأخذت منصب المحافظ. يعني أنا أتوقع أنه يفترض أنه تكون متكاتفين متعاونين، لأنه هم نفسهم كلهم في قارب واحد، من يفشل لا قدر الله محافظ من المحافظين هو راح فشل لكل المجلس، وبالتالي المحافظة راح يكون أدائها سيء لأنه هذا الصراع. هسه خلنا ناخذ نموذج ديالة، ليش ما قدروا يشكلون مجلس محافظة ومحافظ يختارون محافظ لحد الآن؟ لأنه هذا التصارع السياسي موجود، وهذا ممكن أن ينعكس سلبا في أي لحظة على الشارع في محافظة ديالة، كذلك الحال في كركوك. زين، باقي المحافظات يمكن انحلت المشكلة، ومثل البصرة إن شاء الله يبقى التعاون مستمر من اللحظات الأولى، الأمر محسوم وتم الاتفاق والمصادقة حتى على المشاريع. اليوم ما نسمع خلافات إنه هذا عضو مجلس المحافظة يريد المشاريع إلى وهذا، لا، الكل تفكر في بناء المشاريع في كل المحافظة. يعني أنا متابع عمل بعض المحافظات لأنه هذا النجاح أنا أتمنى يتعمم على باقي المحافظات. حتى إذا بدعوى ربح انتخابهم لا بأس. لا، ما هو هذا مو عيب. لا، هو من ينجح بالعمل الناس هي اللي راح تجيبه، راح تجدد له، لكن هو مو يفشل ويستأثر على المال العام وحصة المحافظة. يا قصدي حتى وإن كان هذه دعاية انتخابية، إذا كانت بها خدمة الناس هذه مشروعة، هذه دعاية انتخابية مشروعة، طالما أنه هو يسعى إلى النجاح وبها نتاج والناس تلمس هذا النجاح، أنا أعتقد أنه يصير دعاية مشروعة، ما عندنا مشكلة. هو الطموح موجود، وتكرار الدورة النجاح بالدورات الانتخابية اللاحقة أيضا موجود. راح نشوف هذا الصراع بانتخابات مجالس المحافظات، إذا نص أعضاء مجالس المحافظات راح يرشحون على البرلمان معناته أنه أدائهم راح يكون سيء. طيب سيد شكر، جهز ويانا ما زال صوته غير مؤمن؟ طيب على كل حال أشكرك جزيلا الدكتور عبد الرحمن المشهدان الخبير الاقتصادي، وشكر الجزيل أيضا للسيد الدكتور شكر محمود رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، كان معنا عبر الأقمار من البصرة مباشرة. شكرا جزيلا له، وأيضا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.